جايبكم على كوكنهوف اللي هي أكبر حديقة في هولندا وأكبر حديقة بالعالم. تنفتح من منتصف مارس لحد منتصف مايو تقريبا حوالي شهرين. أحسن وقت للزيارة هو بشهر أبريل. مساحة الحديقة تقريبا حوالي 32 ألف متر مربع. يزرعون بها 7 مليون وردة، أكثرها من أزهار التوليب اللي هي أزهار الخزام. تعالوا يعنى نشوف شنو حديقة كوكنهوف. سعر التكت بكوكنهوف تقريبا حوالي 12 يورو، وبالنسبة للأطفال 8 يورو. أيضا تشتري لازم الباركير كارت يعني تبرك سيارتك، أو تقدر تشتري تجي بالباص أو بالقطار إلى مدينة. كوكنهوف أو مطبخ الزهور انبنت في منطقة ليزا اللي هي أساسا منطقة مزارع للزهور. الزهور تشكل عنصر مهم بالاقتصاد الهولندي. هولندا تبيع سنويا 9 مليار يورو من الزهور. يعني العام الماضي باعت هولندا 9.1 مليار يورو من الزهور. كوكنهوف تعتبر منطقة جذب سياحي مهمة جدا، رغم أنه تنفتح بس تقريبا حوالي 3 أشهر، إلا أنه يزورها تقريبا حوالي 1.5 مليون سائح سنويا. حوالي 20% منهم هولنديين، والباقي أمريكا، أستراليا، الصين، روسيا. توزع على وجود كوكنهوف مطاعم، متاحف، أسواق، الأشياء الشعبية، مكان جدا. هسه عن هيل زيارة للكوكنهوف اللي هي تفتح السنة من 22/3 لحد 15.